أيضا خلينا نتكلم عن شيء جدا غريب، يعني أو من أغرب المسابقات والرياضات. قبل ما أعطيكم هذا الخبر وأعطيكم هذه المعلومة وأوريكم هذا الفيديو، بسألك رؤى، وش أغرب رياضة أو مسابقة ممكن تكون مرت عليك؟ شوفي، أنا الرياضة اللي ما أحبها وأشوف أنه عليها إقبال كبير الاثنين اللي يصفقوا بعض، كل واحد يعطي الثاني كف. أنا ودي ألعبها مع بعض الناس. هذه أنا ما أحبها وأستغرب، بس أحتاج يعني أحتاج بودي جارد معاي. بس أنت هنا تبغى تلعبيها، يعني الكف وان واي، يعني مش راح إيه لا صحيح. شوفي أنا ألعبها أيوه وأهرب وانحاش، ولا ألعبها أصلا حتى يعني أعتقد يدي يعني مو يعني ما راح تكف. بتعرفي أنا إيش اللي استغربت منه؟ إنه هذا الموسم حتكون موجودة عندنا في الرياض. شوفي قديش هي لها إقبال كبير، والله صدق عليها إقبال. ترى الرياضة عالمية، ما رياضة الكف، ما أدري إيش اسمها، بس إنه هذه سطرني وسطرك والله. بطولة الصفع يقول لك اسمها، يعني هي موجودة ولها أبطال ولها، بس أنا يعني أوكي بوكسينج كيبوكس أنا بشارك أيوة، بس إنه كفوف، يعني هذه اللي أنا بصراحة أستغرب كيف الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله قدروا إنهم أختي أحس يمارسوا هذه الرياضة. شلون ايش احس الواحد يدوخ، يعني يدوخ اصلا. انت شفتي اللي شاركوه ما شاء الله مترين اليد ما شاء الله تبارك اليد الحالة. بس في مسابقه اسمعي، شوفيها سلو موشن بعد ما ياخذ الكف كيف ملامح وجهه تتغير يا اختي، زين ما ينعمي ولا ينحول ولا ينصمخ ولا إيه؟ يعني الوجه يا اختي الوجه. بس هي اكيد لها اسس، يعني تضرب في مكان معين بطريقه معينه، ما تقرب بالغلط خلاص، بالغلط مأمن على نفسه والله يعني ما. بس ايش الرياضه اللي عندك؟ رياضه، هذا فيديو رؤى انا ودي نطلع نشوفه انا وانتي. هي مسابقه للخيول لكن يعني هي مسابقه للخيول ايوه، ولكن ما فيها خيول. ها. يعني المسابقه هي اسمها رياضه ركوب الخيل النباتي. سموا الخيل نباتي ما ادري ليش سموها او اطلقوا عليها رياضه الخيل كهوايه. طبعا كثير من الناس قاعدين يحبون وفي اقبال على هذه الرياضه، تخيلي، وقاعدين يتعلمون حركاتها. حسب ما قريت انه يا ليت لو كان في الفيديو كان ممكن بيكون يعني اوضح، لكن اوكي شكرا على الصوره يعطيكم العافيه. لكن هذه الرياضة والله أنا قاعد أستنى الفيديو، يعني أقول في فيديو المهم لأن هو في كومنتس في الفيديو صحيح. أنا عارفة يا رؤى، لا بس هي وش شفتي حنا صغار كان في لعبة الخيل هذا اللي كذا عصاية الستيك وفيها خيل وفيها الجام. أيوه هذه عاملونها معاملة خيل حقيقي، بس هو ما في خيل، هي لعبة تمام. ويسوون قفز حواجز ويسوون كل شيء. يعني انا شفت الفيديو قعدت اضحك، قاعد يقول هذول صاحين ولا، واللي يعني المضحك في الموضوع انه في جمهور، في يعني جمهور. رياضه معترف بها ولا رياضه وفيها مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث يعني. ف طب وش الفكره انه خيل نباتي مو خيل حيواني؟ يمكن النباتيين اللي يشاركون والله ما يعترفون باستخدام الحيوانات، ما عارف او انه هذا نيو فيجن من هذه الرياضه، نيو فيجن. تعرف احنا دائما في عالم متطور وعالم سريع، بس انا يعني مره اذا ما كنت غلطانه على حسب ما شفت صور شفت الفيديو واستغربت انه فعلا على اقبال كالعاده وفي ناس ومشاركين ودنيا وعالم. بس قعدت اقرا الكومنتس اللي مكتوب تحت الفيديو استغربت انه في ناس مو مؤيدين الفكره. ليه؟ يعني انه ايش قاعد بيصير في العالم؟ هل وصلنا لمرحله معينه من الجنان؟ طب ما نروح نتسابق على خيول عاديه بدل ما نقفز الحواجز. هذول يخافون من الخيول الحقيقية. ربما تكون تحضير او نسخه جديده او ما اعرف يعني بصراحه، بس انا انصح المشاهدين بصراحه يدوروا على هذا الفيديو ويروحوا يشوفوه ونسمع رايهم فيه. ايش رايك؟ الا والله تجربيها؟ لا ليه؟ لان انا احب الخيول. احب الخيل الحقيقي. أيوة. ولا نباتيه. يعني ما في اي شيء اجربه. لا رفق بالحيوان ولا اي شيء. لا والله في رفق بالحيوان. أيوة. حرام عليك. لا والله بالعكس، بس احس يعني شوفي انا ممكن اجرب لو كانت رياضه غريبه، لو كان شيء يعني. انا في واحده من الرياضات اللي انا ودي اجربها اللي هي المبارزه. ايوه حلو. احسها تونس يعني. احس كذا عرفتي. بس يعني هذه رياضة النبلاء. هذه رياضة النبلاء يعني. هذه ما لها دخل في أي شيء. واحد كذا طفل كان يلعب في الحوش مع الأطفال وجاء الأبو واخترع هذه المسابقة.
يلا عموما نشوف، ما تدري يمكن تتطور، يمكن تطلع بنسخة جديدة من سباق الخيول، ممكن لكن الخيول النباتية